العلاج علاج سهل هي التمييه دونك الاملاح لي سيل دو ريهيدراتاسيون الماء وكاين مضادات حيويه اللي كاين الحالات وين نوصفوها كيفاش نتفاداو كما يقولوا تفادي بسيط غسل الايدي قبل تناول الطعام عند الخروج من المرحاض عند اللمس عند الوحده تروح تطبخ ولا لازم تغسل يديها وتعقيم المكان اللي نعيشوا فيه بماء جافيل. الحل هو اتخاذ التدابير الوقائيه التي تعتمد اساسا على النظافه هي اللي تحمينا من المرض وليس الخوف. اذا اتابع التدبير الوقائي الثاني هو نظافه الاغذيه، التدبير الثالث هو نظافه الماء ونظافه الماء والوعاء الذي نحفظ فيه الماء. التدبير الرابع هو أولا وخاصة لذوي الآبار، مع الأسف هناك أيضا عندهم آبار يحفروا آبار دون تصريح، وعندما ما يصرحوش بالبئر للسلطات المحلية لأن هذه السلطات تجهل هذا المكان فهي لا تستطيع أن تعالج هذا البئر. تدبيران الآخران ونخص بذلك عندما يكون واحد مريض أو بمجرد بداية الأسهال يجب أن نعي أن النتيجة الوخيمة تاع الإسهال عندما نتهاون في التكفل بالإسهال يسبب التجفاف سكون أبيلا ديزيدراتاسيون، والتجفاف معناه يفقد الإنسان ثم نذهب إلى الوفاة. لذلك بمجرد يبدأ الإسهال يجب نبدأ في إعطاء الماء بكمية كبيرة، نخص بالذكر ما يسمى بإملاح إعادة التمييه.